رح نحضر هلأ الداود باشا. أول خطوة عنا هي تتبيل اللحم. عندي نص كيلو لحمة مفرومة، حضيف عليه معلقة صغيرة ملح ورشة فلفل أسود. وهلأ رح كور اللحمة. من بعد ما كورنا اللحمة رح نقليها بزيت الزيتون. وبنفس الزيت بدي أقلي البصل. حطيت 5 حبات بصل، حضيف معلقة ثوم مدقوق، عصير بندورة وشوية مرقة لحم بقر. بعد ما غليت المرقة عنا رح نضيف كرات اللحم عليها، حنرش عليها صنوبر، شوية بقدونس مفروم، جبنة بارميزان مبروشة، شوية فلفل أسود على سطحها. رائعة، بنصحكم تجربوها.